ايضا بقى هناك يعني افرع في كل مدن سيناء. النهارده في جاري انشاء لفرع لابورديس، النهارده للتنميه. في مجال الرعايه الصحيه الحقيقه كان 50 مستشفى ومركز صحي الدولة المصرية قامت بإنشائه وتطويره في هذه الفترة الوجيزة بتكلفة تجاوزت الأربعة مليار جنيه. الحقيقة 12 مستشفى بالكامل بالإضافة إلى 38 مركز ووحدة طبية. ده صور الحمد لله يعني على أعلى مستوى النهاردة بقت موجودة هذه المستشفيات بتطويرها، يعني أرقى ما وصل إليه العلم في هذه المستشفيات في علم بناء المستشفيات بقى هو ده اللي موجود النهاردة في سيناء. تطوير شامل بيحصل النهاردة لمستشفى طابة وأيضا لمستشفى سانت كاترين تم. والحقيقة تم تطوير طبعا مستشفى شرم الشيخ الدولي وأصبحت أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، يعني ده طبعا تزامنا مع استضافة الكوب 27 بقت فعلا هذه المستشفى هي أول مستشفى خضراء وبتطبق كل معايير العمارة الخضراء. مستشفى أبورديس المركزي، الوحدات الصحية اللي الدولة المصرية الحمد لله بتقوم بتطويرها، الخدمات الاجتماعية والثقافية اللي موجودة سواء خدمات التموين ومنافذ اللي بتتاح فيها السلع، المخابز البلدية، المطاحن، قصور الثقافة اللي بقت موجودة في كل مكان، المدن الشبابية ومراكز الشباب اللي الدولة الحقيقة اهتمت بصورة كبيرة جدا بتطويرها، دي الصالة الرياضية المغطاة في مدينة العريش اللي بقت موجودة، المراكز الشبابية في كل مكان على كل بقعة من أراضي سيناء بقت موجودة. الحقيقة آخر يعني محور يعني كان مهم جدا واللي الدولة المصرية عشان نحقق تنمية حقيقية ونستفيد من إمكانيات سيناء كان التنمية الاقتصادية، واللي يمكن ركزنا فيها على ثلاث محاور رئيسية: الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية الصناعية، والتنمية السياحية. الحقيقة سيناء عندنا فيها دائما القدرة على أن هناك عديد من المساحات القابلة للزراعة، وعندنا مساحات كبيرة نقدر ان احنا نستزرعها، ولكن كان التحدي هو توفير المياه لإمكانية زراعة هذه الأراضي. الحقيقة الرؤية النهاردة للدولة زي ما هنعرضها ان احنا بنضيف للرقعة الزراعية في سيناء 450 ألف فدان. الدولة أنشأت خمس مناطق صناعية جديدة بالإضافة طبعا للتنمية السياحية اللي احنا هنستعرضها.